سلام حبيباتي، اهلا بكم على قناتكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير، وهذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم مهنيين وبصحه وبسلامه. قبل ما نشوفوا المحتوى تاع الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نصلوا كامل عن النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ولا حبيباتي، راني غيبت عليكم الله غالب، شدني عليكم غير المرض، والحمد لله راني حطيت في البوست باللي كنت يعني قاعد دار كانت مريضه. دوك نحكي لكم في هذا الفيديو، يعني تبعوا معايا ونحكي لكم، يعني ما كاش لي سلك منه ابار مريم. فوالا حبيباتي، الوغ بديت هذا الفيديو بهذا الورود. ان شاء الله ايامكم كلها ورود ان شاء الله يا ربي، واللي عنده كاش امنيه ربي يحققها له، وربي ان شاء الله يعطيكم صحياتكم. ولا الزينات اليوم هذا الروتين تاع يوم الاحد، يعني صورت لكم هاد اللقطات وجدت الحد، يعني فيديو خفيف ظريف، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. رحنا للمرشيد وتشوفوا معايا. الوغ قبل ما نروح للمرشي البنات، كما عارفين درت الفطور هو الاول باش كي نولي من بعد نلقاه واجد. هنايا هاد البولي روتي في الفور درته معكم يعني عده مرات، شحال من خطره. هنايا الاخوات اللي يبغوا الوصفه بالتفصيل يكتبوا غير في اليوتيوب الدجاج محمر غوسات ليلي، راه يخرج لكم. هنايا البنات اللي تشوفوا معايا درت توابل، شويه فلفل اسود، شويه تاع زيت الملح بيان سيغ، شويه كركم، شويه بابريكا، شويه تاع السكنجبير، يعني التوابل العاديه. درت هنايا صوص باربيكيو اللي كانت عندكم، سينو ديرو كاتشب. درت شويه زيت، ودرت الموطارد اللي هو الخردل. انا قطعت شويه تاع المعدنوس، ومام اللي كان عندكم الخليط قصبر والمعدنوس ثانيك. وعصرت فيها شويه تاع ليمون، نص حبه تاع ليمون كيما راكم تلاحظوا. فوالا، ومن بعد راح نتلقى على الدجاج تاعي. انا شويه نطيبه بحال الطريقه البنات، راح نغطيه. درت الثوم تانيك، هو فص تاع الثوم، ما تقدروا تانيك ديروا فيه الحبه بصل مرابيه تانيك يطلق فيه مذاق شباب. فوالا البنات، فوالا راني درت البصل البنات، يطلق فيه مذاق فريمون شباب شباب بزاف. فوالا هنايا درت هنايا التابل الخاص بالدجاج اللي كان متوفر عندكم. فوالا كما كنت تلاحظوا خلطوا مليح الخليط هذا، فريمون بهاد الشرموله او بهاد لا ماريناد الدجاج تاعكم فريمون يجي بنين، ويعني يكون فيه مذاق رائع. هنايا راح ندير الدجاج تاعي بعد ما غسلته مليح، راح ندير هذيك لا ماريناد اللي وجدناها، نديرها الداخل، نحاول ندخل مليح في الدجاج. وهنايا راح ندير الرند بيان سيغ، ذلك الرند عفوا يطبع بيان الدجاج كما كنت تلاحظوا. فوالا هو يعني دو بريفيرونس البنات، من الافضل ديروا هاد لا ماريناد لا في يعني لو سوار، وطيبوه في النهار في الفطور، ولا ديروه يعني الصباح بكري. من الاحسن الدجاج يعني ديروه قبل بساعتين ثلاث سوايع، هكا ديك لا ماريناد تدخل فيه مليح ويجي بنين. كما قلت لكم كنت راح المرشي هنايا، درتها هكا فيت فيو طيبته تمتم. هنايا كما كنت لاحظوا البنات راني اونبالي فيه، يعني راني نغلف فيه بالهاد لو فيلم اليمونتير. انا درت هاد لاصوص ماجي تطلق بنه شابه في الدجاج، يعني جينا هذاك لوغو تاع الدجاج محمر. انا نغطيه باللو فيلم اليمونتير هذا كيما راكم تلاحظوا. علاش البنات؟ باش الدجاج تاعنا ما يجيناش ناشف، يجي شباب ويشول يجي مشوي فريمون يجي هايل. نعاود على ورق الزبده والدجاجة الثانيه ثاني كيف كيف. وفي هاد الاثناء بيان سور البنات الفرن تاعي رايح ما مقبل، يعني قبل ما نبدا الوصفه نحمي الفرن تاعي على اعلى درجه، وندخل الدجاج ونخليه يطيب يعني حوالي ساعه. والاولى نحمي الفرن، كي ندخل الدجاج نقص له غير شويه ماشي بزاف، يعني الا كان الفرن تاعكم 250 درجه كما تاعي حموه، كي تدخلوا الدجاج نقصوا له ديروا 220 200 درجه يطفي غرده. وفوالا شللت هذا الطاجين الصغير بلا ماريناد، وندير الماء كيما هكا كيما قلت لكم باش تجي فيه لاصوص، ويجي تانيك يعني ما يجيش ناشف ما يجيش ساك، يجي يعني كيما نقولوا حنايا طري. فوالا ندخله يطيب بيان سوغ. انا درته يطيب ورحت للمارشي، ومن بعد فاديه هي اللي قابلته. فوالا دوك انا غادي نوريه لكم طايب، مي هذه درتها ابخي المارشي البنات، بصح درت لكم فيديو يعني كاع في خطره هكا باش ما نقطعش المراحل. وهو الدجاج تاعنا البنات شو كي جا محمر وجابني بهذيك لاصوص. انا رفقته بلا بيغي كيما تقدروا بالخضر، ولا ديروه بالاريكو فيغ، ولا ديروه بلا بيغ عفوا بلي فخيت، يعني لكم الاختيار. فريمون جا هايل وجا بنين. فوالا حبيباتي بقوا معايا دوك غادي نروحوا للمرشي، ونتمنى ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم.
وانا بنات هنايا رايحين للمرشي كما قلت لكم يوم الاحد رايحين للمرشي تاع ديماش. شو بقوا خضر راكم عارفين تاع لا سيزون كاع بعد المرض ودوش عليكم المرض دار فينا حاله. مازال رشيد راه مريض يا رشيد غير مدار فينا حاله البنات الحمد لله. ولا زين قلت لهم حيا نروحوا للمرشي شوفوا كاش ما جابوا خضره كما قلت لكم لي فروي كاع من بعد دخلوا الدار ونكمل الفيديو تاعنا ان شاء الله. كما تشوفوا البنات الحاره عندنا شباب فريمون دوك ندور الكاميرا تشوفوا سميشه عندنا فريمون الحاره شباب بصح البرد راهي 2 دوغري البرد راه ما نحكي لكم صافي 15 جوغ ولا راه البرد عندنا الجليد النوم ما صبتش صبت عندها واحد 15 جوغ هكايا ومن بعد حبست فوالا بصح الحاره شباب الحر ربيعي بصح البرد ها صب النوم يحبس البرد واه هيا ها روح دوبلي يا سيدي بشويه عليه هذا نمشي لبرا ابقوا معايا وتكون هيا مالك ما تقلقش عليه فوالا بدات تشوفوا الحكايه شباب عندنا كما قلت لكم صافي 15 جوغ الحاره كيما هكا شوفوا معايا هيا الله يرحمك شكون هذا يوسف هادي روح 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 رشيد هذا بتاع اسبانيا انا تاع هذا في كليونتو قاعد تخرج من القاره ايه معليش فوالا بدات كيما قلت لكم شوفوا الحكايه يا شباب ان شاء الله المرشي يكونوا حاطين الصوالح يكونوا حاطين غايه الصوالح ان شاء الله فوالا هذه هي وحشنا الصيف ولا وجعتنا ولا ها سيت وحشنا راح خرج الدرهم بنات راكم معايا فوالا بنات انا جينا المرشي كيما العاده Allez, trois t-shirts. Allez, trois t-shirts. Voilà. ولي فلا عندي لفت هذه شاي الفول بنات مع لا طوماط راها طوم دو تيغ هذه بيشات حطها بيشات فوالا ندير اللفت شو اللي شباب بطة حلوة فوالا خمس ما شو اللي بكسل تاني بيتي مارو لا صوب دي شباب هاي بسباس تمام تاع الفلوس بيا خضراء بيا خضراء يشوف صايدة الفلوس سبعة نشوف الحال هنايا جديد عارف احسن منك احسن منك خبيز والله فاكر خبيز شوف شحال الخبيز خشوية داير مي بوس با خام ما بيت خام تاع البلاد ديريكت والله ما على بالي شوف السلق اللي كاين السلق خبز في خاطري بصح كاع داير راه كاع داير هذا كان لازم على 25 هذا كانوا 25 هنايا فوالا لي شوسيغ وتشوف حاجة خفيفة ظريفة راه
وعلى بنات هنايا انا رايح للدار كمل الناس عايشين عندنا المرشي خضره وكاع صافا سي با ترو شور ني صافا واي ان يورو ان يورو 50 صافا دوك رايح عند البوشي مادام راني برا ديمونش وكاع قلت نروح عند البوشي وهذه هي بون البنات كيما قلت لكم كان فينا كاع كيما درنا الكوفيد كاع الدار سلامتنا كاع دار فينا حاله سورتو هنايا انا مازال فيا فينا التير دار فينا التير راشد شويه دردان بس سمحوا لي دار فينا التير الاولى بدا بدنيا هي الاولى فريمون مرضت بزاف 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 الحمام حتى مولي نضرت كاع تبكي مسكينه بصح ما حكمهاش بزاف حكمها غير نقولوا ليله ونهار من بعد كان فيها بيان سور ما كانش مضراره من بعد سماره مسكينه عمري من بعد ليلى وانايا من بعد ياسمين وكاع التالي الدرني رشيد هو التالي بصح قعدنا في سيمانه وحده نمرضوا مرضنا كاع في سيمانه وحده باغ كونتر فاديا اوغوزمو مريم بعيده مريم راهي في مونبولي ما حكمهاش مسكينه بختو كانت معنا بصح من بعد راحت ما حكمهاش عيطت لها قالت لي نو صافا ما دارت التاس ما عندها والو وفاديا حكمها الكوفيد دارت له التاس خرج لها بوزيتيف وكاع بصح من هي دايره الفاكسان ما خدمش فيها ما مرضتش ما حكمتها لا حمى ما حكمها والو غير شويه قالت لك تجي مع لاكور شويه ونيفها شويه حاشكم هكا يسيل غير ما فيت في حاجه خفيفه بصح مش كيما حنايا حنا الحمى لي كوباتور هادو تحسب بالمطرك صوتونا انا من بعد راسي ركبتي وراسي بعيد عليكم ايه ودي شنو نقول لكم هاد المرض فريمون هنايا طيحني كاو سيمانه وانا طايحه ما نجم ندير والو ميم راشد راه كونجي راه مالادي بلوتو كونجي راه مالادي تبغي بيان راه مرحبا مالادي ايوا والصغار تاني منكو كاع اي سومان دوك شوف سو سوار ندير لهم لو تيست الا خرج لهم نيجاتيف راح يقراو غدوه ان شاء الله ولا خرج لهم بوزيتيف راهم قاعدين تانيك هذه يا البنات والحمد لله الحمد لله كما قال لك حاجه اللي تجي مع عند ربي الحمد لله كما قال لك مغفره الذنوب نطهروا رواحنا بهذا المرض والحمد لله يا ربي بصح فريمون زعما واعر يقول لك لا كورونا واعر 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 بزاف عفوا كل واحد وكيفاش هكا اللي حق ما يدير لا والو كيدير شويه كاين بزاف انا على روحي هنايا فريمون درنا بزاف 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 والحمد لله كما قلت لكم البنات هذه هي بغيت نهضر لكم شويه على المرض هذا والحمد لله ونظن هذا التالي هذا راه نظن كاع الناس مرضوا منه نظن كاع الناس ماشي كاع مي لا بليبار تاع الناس مرضوا منه كيما انا خويا في البلاد مرض منه تاني مرض خويا كاع جواريني هنايا تاني كيف كيف صحاب راشد تاني مرضوا به شغل انغريب تعدي طول الموند مي الحمد لله ماشي واعر زعما نقولوا يطاكي لي بومو ولا الحمد لله مش كما الاول كثر بزاف الناس وكاع ربي يرحمهم ان شاء الله وربي ان شاء الله يقعنا هذا الوباء ان شاء الله والله العظيم الا تعني نقول لكم بزاف ربي ان شاء الله يقرا علينا ونولوا نورمال كما كنا بكري وهذه هي والحمد لله ولا بنات دوك راني عند كما قلت لكم عند باش نشعل عليها شويه راكم عارفين لو باسي لا سيمين ولا كلكو جوغ سا ديبون تقريبا بدو داك في لي غوسه تاع رمضان البنات رمضان ايه اللي خدمتو لي غوسه تاع رمضان صافي وصلت عندها ولا مازال ايا بنت قعدوا معايا فوالا حبيباتي هنا بعد ما دخلنا من المرشي يعني شوف شاشيت كما شفتوا معايا الخضره تاع الموسم ابخي الفلفل راكم عارفين سي با لا سيزون بصح سافا ما كانتش غاليه بزاف بارابور يعني كما نقولوا حنايا لي سوبر مارشي في لي سوبر مارشي تلقوها غاليه 4 اورو حتى 5 اورو الكيلو بصح في المرشي يبيعوها رخيصه الاولى كنديرها 2 اورو من بعد نقص منها ديرها 1 اورو 50 الكيلو اي سي با شير كما كتشوفوا شيت الطويله هذه شيت في الالوان الحمراء شفت الحمراء هذه البنات والحمراء الطويله تانيك الخضراء كيف كيف الخضراء هكا طويله وتانيك الخضراء اللي كيما الحمراء يعني شحال من نوع تاع الفلفله وانا من عشاق الفلفل البنات نموت على الفلفله اغيكو فيغ يعني لوبيا خضراء كما قلت لكم نبغي الفلفله بزاف البنات شفت انا كورجات يعني طولا طومات شويه تاع الفريو كاع البنات انا نبغي الفلفله نبغيها شليطه بزيت الزيتون واغروم ونبغيها تانيك مقليه بالثوم وكاع كما يديروها في وهران يعني الفلفله نموت عليها مع حريره وكاع انا بور مو يا با ميو فوالا انا شيت شويه تانيك تاع العنب
كان شويه غالي بصح معليش جا في خاطري. راكم عارفين واحد يكون مريض يكون كلمة وحم كل شيء يبغي يجي في خاطره. فوالا انايا شيت شويه تاع القرقاع كما كنتو تشوفوا، شيت لا طوماط تاني كانت مليحه. وهذه هي البنات كما قال لك الخضره تاع الموسم والحمد لله. فوالا حبيباتي، وهنايا لابريميدي يعني القهوه تاع العصر كما نقولوا، درت لهم دي كريب. ما شاركتش معكم الوصفه البنات باسكو درتها شحال خاطره في القناه، ما بغيتش يعني نصمت عليكم الفيديو، يعني ما نبغيش الوصفه هي نعاودها يعني شحال خاطره في يعني في الروتينات. غير كتبوا الاخوات اللي يبغوا الوصفه تاع لي كريب يعني لي كريب عاديين، كتبوا كريب روسيت ليلي وراهم يخرجوا لكم مالحين ولا حلوين. يعني كما قلت لكم شاركت معكم هذا النهار هذا يعني شادرت راكم عارفين مع المرض وكاع. ولا حبيباتي درت لهم هاد لي كريب كيما بالشوكولا بالنوتيلا معروفين، يعني ديمونش هنايا في فرنسا كما عارفين الويكاند سي سامدي ديمونش، ديمونش نديرو ولا سامدي نديرو طعام نديرو يعني كيما في البلاد حنا عندنا الجمعه نديرو بسس نديرو لي كريب نديرو كاطو نديرو مسمر كل واحد وكيفاش. اليوم بغاو يعني ديمونش اشاك فوا ندير لهم لي كريب كما قلت لحدو، ونعرفوا بلي الصغار يبغوا لي كريب يعني الصغير والكبير ما كاينش اللي يبغيش لي كريب سورتو بالشوكولا بالنوتيلا. فوالا البنات يا فريمون يجوا هايلين. كما تشوفوا هذه درتها بالسكر، طيبتها بالسكر يعني ديروا السكر في لابوال وديروا لا يعني العجينه تاعكم تجي يعني شغل فيها الكراميل تجي شابه وتجي مقرمشه. فوالا البنات هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تكونوا فوتوا معايا وقت ممتع يكون عجبكم. راكم تشوفوا البنات لا فوا تاعي راني يعني مازلت اونغيمي الحمد لله. نتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله، راح ما نغيبش نكتب ربي بيان سور، راح ما نغيبش على اليوتيوب، راح نكون اكتيف يعني كيما كنت ان شاء الله. كما قلت لكم رمضان راه جاي وكاع اللي قلنا نكونوا اكتيف ونتقاسموا يعني نتقاسم معكم الوصفات الروتينات التحضيرات رمضان كل شيء ان شاء الله. غير كونوا نتوما اوفياء ونتمنى ان شاء الله ديروا لي لايك وديروا البارطاج للفيديوهات. وهذه هي الزينات، تهلاو في روحكم ونقول لكم سلام في فيديو جديد. سلام.